سمعت ان الدله ما تفارقك مالت الكرك بس في الدوام. بس هو شكله صراحه ما يشهيش. شنو ذي الكرك؟ شكرا. أنا أحب الهوت شوكولات وايد. أنا أحب الهوت شوكولات واجد. والكرك أحس حق الناس الأكبر شوي، مع احترامي حق الناس الكبيرة. الهبات الشتوية تخلي الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم محبين الكرك ومحبين الهوت شوكولات. خلونا نتابع تفاصيل أكثر بهذا التقرير. هوت شوكولات for sure. الحين موسم الهوت شوكولات في الشتاء، فحلو إن تشربين هوت شوكولات تحسين روحك مسافرة. ما أحب الكرك، أنا ما أشرب كرك. أحب الهوت شوكولات. It's very rich. وأنا صغيرة كنت دائما أشرب هوت شوكولات المراعي. أحب ويا ويبين كريم وفليك وسبرينكلز on top. كرك ولا هوت شوكولات؟ ما أشرب كرك، هوت شوكولات. حلو، مشروب شتوي يعني. أنا ما أفضل كرك صراحة. كلش؟ لا. زين. وريلها؟ هوت شوكولات. إيه. أحب السويت. أحلى. أنا سمعت إن الدلة ما تفارقك مات الكرك. بس في الدوام. الكرك، لأن الكرك سعره رخيص يعني بربية، لكن الهوت شوكولات دينار. غالي يعني. إيه غالي. شو سمعتي عن الشاي الكرك؟ إنه ميكس كده حليب وشي مع زعفران هيل أشياء زي كده، صح؟ إيه. إيه. زي ما عجبتك؟ لا ما جربتوش. بس هو شكله صراحة ما يشهيش. شنو ذي؟ الكرك. شكرا. تحبين الكرك ولا الهوت شوكولات؟ هوت شوكولات. ليش؟ لأن أنا أحب الشوكولات. تحبين الشوكولات؟ يلا إيش ما أخذ اليوم؟ هوت شوكولات. ليش هوت شوكولات؟ ليش مو كرك؟ يعني أول شيء شفته وأخذته أحبه. طبعا نقدر نقول إنه هو هبة حاليا، بس بعد يمكن في ناس تذكرهم في ذكرياتهم في وقت الطفولة. طبعا الهوت شوكولات بيكون هبة شبابية حق الناس اللي في عمرنا، والكرك أحس حق الناس الأكبر شوي، مع احترامي حق الناس الكبيرة. لا هوت شوكولات فاضل، أنا أكثر من كرك. بس الهوت شوكولات أغلى من الكرك. إيه أغلى وايد بعد، بس بعد أفضل أكثر من كرك. ذكرني بالجو الحلو وقعدة البار والشتاء، يعني أجواء الشتاء بشكل عام. أكيد الكرك. ليش؟ معروف عند البحرينيين هالشيء، في الصيف وفي الشتاء كرك. شنو اللي يميز الكرك يعني؟ يعني هو لا هو سويت بزيادة ولا هو مر بزيادة، بيرفكت. هوت شوكولات، وعلى فكرة ذي الهوت شوكولات رقم 3. يعني في البرد يعني أفضل هوت شوكولات أحسن. لا بس كرك في الصيف. في الصيف كرك، في البرد هوت شوكولات.